للاطلاع أكثر على آخر المستجدات في الرقة ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الأستاذ محمد خضر مدير منظمة صوت وصورة. مرحبا بك أستاذ محمد في نشرتنا. ما هي آخر المستجدات الميدانية في الرقة وريفها من حيث الاشتباكات والقصف؟ الاشتباكات في مدينة الرقة كالعادة لم تتوقف، هناك اشتباكات عنيفة بين ميليشيا قسد وتنظيم داعش ضمن مدينة الرقة. كما ذكرتم أمس تم استهداف تجمع قرب سوق الهال من قبل تنظيم داعش بسيارة مفخخة. دوي الانفجار كان ضخم جدا، سمع في أرجاء المدينة. الأعداد التي قتلت من ميليشيا قسد لم نستطع الحصول عليها بحكم أن المنطقة هي منطقة اشتباكات، ولكن وكالة أعماق التابعة للتنظيم ذكرت بأن عدد القتلى كبير جدا. بالنسبة لقصف التحالف الجوي، التحالف الدولي لم يتوقف أيضا عن استهداف المدينة بالغارات الجوية. هناك أكثر من 40 غارة استهدفت المدينة، هناك حوالي 10 شهداء مدنيين ضمن مدينة الرقة. كما أن المدفعية الثقيلة التابعة لميليشيا قسد أيضا استهدفت المدينة بشكل عشوائي، استهدفت حارة البدو وحي الثكنة، أيضا تم استهداف أحياء أخرى بواسطة الطيران والمدفعية. هذا بالنسبة للوضع الميداني ضمن مدينة الرقة. أما بالنسبة للوضع خارج مدينة الرقة في الريف الشرقي، فقوات نظام الأسد اليوم وأمس سيطرت على قرشنان وغانم العلي والشريدة، كما أنها سيطرت على قسم من مدينة الصبخة. هي لم تبسط سيطرتها بشكل كامل على الصبخة، سيطرت على قسم هو قسم كبير من المدينة، ولكن لا تزال الاشتباكات مستمرة ضمن مدينة الصبخة. الغارات الجوية بواسطة الطيران الروسي استهدفت مدينة معدان والقرى المحيطة بها بشكل كبير جدا، قرابة 50 غارة استهدفت مدينة معدان اليوم فقط. بشكل يومي هناك أكثر من 50 غارة تستهدف مدينة معدان والريف المحيط بها، بغية تمهيد الأرض لميليشيا لقوات النظام والميليشيا الداعمة لها للسيطرة على تلك المنطقة. نعم سيد محمد، يعني كنا نشاهد لحظات تظهر انفجار المفخخة، شاهدنا دمارا خلفه الانفجار. لو أسألك عن هذا الموضوع، قصف، اشتباكات، قذائف متبادلة بين الطرفين، بين كل الأطراف بالأحرى، عدا عن السيارات المفخخة وما إلى هنالك من هذا الكلام، كم هو حجم الدمار في المدينة؟ إلى أي حد باتت المدينة عبارة عن كومة ركام؟ المدينة تغيرت معالمها بالكامل، لدرجة أن هناك الكثير من سكان المدينة الذين شاهدوا الصور الناتجة عن الدمار ضمن المدينة لم يستطيعوا أن يميزوا الحارات والبيوت التي ولدوا وتربوا فيها بسبب القصف الضخم الذي تتعرض له المدينة. الدمار الحاصل في مدينة الرقة هو دمار كبير جدا، ربما لم تشهده أي مدينة أخرى، ولكن بالنسبة لهذا الدمار هو أمر متوقع. فميليشيا قسد وطيران التحالف الدولي اتبع مع مدينة الرقة كما اتبع سابقا ضمن مدينة الطبقة سياسة الأرض المحروقة، هو استهدف كافة المناطق دون استثناء المدفعية التي يتم استهداف المدينة بها، هي مدفعية عمياء عشوائية تستهدف كافة المناطق. كما أن طيران التحالف الذي استهدف المدينة أوقع عدد كبير من الشهداء المدنيين منذ بداية العملية، هذا يدل على أن الاستهداف ليس دقيق ولا يستهدف فقط المناطق المتواجد بها تنظيم داعش. لو تحدثنا اليوم عن الدمار في مدينة الرقة بالنسبة للمناطق التي فيها اشتباكات أو سواء منها التي تحت سيطرة تنظيم داعش أو ميليشيا قسد، فنحن نتحدث عن دمار يقارب 70% من المدينة داخل ضمن مدينة الرقة. أخيرا لو تطلعنا لمحة سريعة على الأوضاع الإنسانية فيما يتعلق بالمحاصرين داخل مدينة الرقة، أيضا بالنازحين الذين استطاعوا الفرار من مناطق تنظيم الدولة إلى مناطق ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية وكأنه من تحت الدفلة تحت المزرعة. الوضع الإنساني لا زال سيئا، هو من سيء إلى أسوأ. هناك شبه انعدام من ناحية توافر الأدوية، من العناية الصحية عدد الأطباء قليل جدا، وبالتالي معظم الجرحى هم معرضون للوفاة بسبب نقص العناية الطبية. لا يزال هناك مخزون بسيط من المواد الغذائية، لم نصل ربما بعد لمرحلة المجاعة ولكن اقتربنا جدا من هذه المرحلة. المياه مقطوعة عن المدينة، لا يوجد كهرباء. بالنسبة للنازحين الخروج من مدينة الرقة هو محاولة انتحار، لأن الخارجين من المدينة يتم استهدافهم من قبل الجميع، سواء الذين يحاولون منهم الهرب عن طريق النهر الذين يتم استهدافهم بواسطة قناصة ميليشيا قسد وطيران التحالف، أو الذين يحاولون الخروج بشكل بري، وهؤلاء يحاولون بدون وجود مهربين بسبب تهديد تنظيم داعش وقيامه بإعدام عدد كبير من المهربين، وهؤلاء عدد كبير منهم استشهد بسبب الألغام التي تحيط بالمدينة. كما أن الأوضاع في المخيمات التي تضم النازحين هي أوضاع سيئة جدا،
قبل فترة بسيطة جدا قبل عدة أيام هناك مظاهرة خرجت تطالب أهالي القرى يطالبون بالعودة إلى قراهم التي سيطرت عليها ميليشيا قسف قبل عدة أشهر. تم إطلاق النار على هذه المظاهرات كالعادة، هم ممنوعين من العودة إلى مناطقهم حتى لو أنها تم تحريرها. هذا الأمر يوحي بأن ميليشيا قسد لا تريد للمدنيين العودة إلى مناطقهم، حتى القرى الذين عادوا إلى مناطقهم وجدوا بأن منازلهم تم إفراغها بشكل كامل. هم اليوم يعيشون في ظروف لا تمت للإنسانية بالصلة ضمن مخيمات النزوح، لا نعرف إلى متى سوف تستمر هذه المعاملة من قبل القوى التي تدير عملية تحرير الوطن. شكرا جزيلا لك محمد خضر، مدير منظمة صوت وصورة، كنت معنا من برلين.